بكرة يوم التروية وبعد يوم عرفة، أعظم أيام الدنيا والله. تعالوا مع بعض النهاردة نعيد كده تذكر بعض العبادات، عبادات العشر. احنا كنا اتكلمنا الأسبوع اللي فات وحددنا وقلنا ونعمل ايه والكلام ده، تعالوا النهاردة نعددهم كده نقول نعمل ايه. باقي النهاردة ان شاء الله محسوب برضو، باقي الليلة هيت وبعدين يوم التروية يوم 8 وبعدين يوم 9، 9 أيام. وبعد كده هنتكلم إن شاء الله على يوم الذبح، أعظم يوم، يوم النحر ويوم القر، أعظم أيام الدنيا. لكن خلينا النهاردة نقول بعض العبادات كده اللي لعل الله سبحانه وتعالى، يعني اللي جه متأخر أحسن من اللي ما جاش واللي لسه ما بدأش. والله أنا أستحي وأنا بقول لكم كده بجد، والله بزعل، بزعل لو واحد بس بيفكر إن هو ممكن حد رغم كل الخير، كل الخير اللي ربنا جابه لنا في العشرة دول، العشرة أيام دول، وربنا أقسم بيهم. ربنا ما بيقسم بشيء، يعني معنى كده إن القسم بشيء ده شيء ده عظيم، خلوا بالكم منه. ونلاقي ناس لسه في غفلة، او ناس لسه مش واخده بالها، ميجي عارفه او طب ليه، طب احنا ضامنين يوم عرفه. ناس عماله بتموت، اي والله ما حدش عارف، ناس عماله بتموت ما حدش عارف عمره فين. فلما تبقى على الاقل، على الاقل عامل، والله يا رب ان قبضتني على هذا وانا كده هذا جهدي واخدت بالاسباب وعملت. لكن الناس اللي في غفله دي تعالوا يلا نفكر بعض ونقول حتى اللي بعيد تعالى، واللي لسه ما انتش واخد بالك خد بالك، وارجوك ارجوكم فاضل يومين. تعرفين لما بنقول فاضل يومين كان الواحد بيقول ايه، خلي بالك فاضل يومين تخش الجنه، فاضل يومين تاخد من الاعمال، فاضل يومين وتاخد من الصالحات، فاضل يومين وتبقى في الفردوس. يعني يعني الواحد مش قادر يفهم اليه القلب او العقل اللي ممكن يبعده عن ده، او ممكن الشيطان متمكن قوي كده مخلي الناس في غفله رهيبه قوي كده. صلى الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه ما نكونش منهم، قولوا امين. عبادات العشر، بصوا بقى ورقه وقلم، تقريبا النهارده هنقول 13 عباده ان شاء الله، يعني في منهم بتاع 3 4 كده بتعملوهم تلقائي، يعني يعتبر هم كلهم في الاول وفي الاخر 10، لكن احنا عندهم 13 عشان تبقى واخد بالك من كل نقطه، وانت كمان واخده بالك من كل نقطه وانت بتعمليها، وان شاء الله اولادك يعملوها لما يشوفوك انت كمان ما شاء الله متمثله بالخلق وبالعبادات دي. عبادات العشر احسبهم معايا بقى كده. اول حاجه حمد ربنا سبحانه وتعالى، نحمد ربنا انه مد في اعمارنا اللي احنا وصلنا وان احنا بقينا في الايام، وبكره يوم الترويه هو الله سبحانه وتعالى يروي على قلوبنا من الخير ويسقينا من يد يعني النبي صلى الله عليه وسلم من يد الله وسقاهم ربهم، اللهم نسالك هذه السقيا، قولوا امين. ان ربنا مد في الاعمار عشان نوصل لموسم الطاعات، وعشان نوصل ليوم زي النهارده وزي بكره وزي بعده. في العشر الاوائل الواحد بيجتهد ويسابق ليه؟ لجنة عرضها السماوات والارض، ليه؟ عشان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ايام العشر دي ايام زي ما بقول لكم الله عز وجل اقسم بها، والفجر وليال عشر افضل ايام الدار، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، افضل ايام الدنيا ايام العشر، وهي الايام المعلومات اللي هم التسعة والمعدودات اللي هم الثلاثة بتوع التشريق، تمام كده؟ طيب الله سبحانه وتعالى يعني بيقول في الآيات إيه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، لإيه بقى؟ خلي بالكم بقى ده اللي لنا، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات اللي هم العشر، والمعدودات اللي هم الثلاثة بتوع أيام التشريق. طيب أيام عظيمة تجتمع فيها كل أمهات العباد كلها، فيها الذبح والصيام والصلاة والقرآن والحج والزكاة، كل حاجة، كل حاجة موجودة في الأيام دي. السلف الصالح عرفوا كده واللي تبعهم طبعا ربنا يجعلنا منهم يا رب اللهم أمين، عرفوا قيمة الأيام دي فكانوا بيتنافسوا في عمل الخير والعمل الصالح فيها، تنافس شديد جدا وعظيم جدا. كان سعيد بن جبير عليه رحمة الله كان لما بيدخل الأيام العشر عارفين كان بيعمل، بيقول كان يجتهد اجتهاد شديد جدا في العبادة حتى كان لا يقدر عليه، ما كانش قادر من شدة العبادة ومن شدة الحاجات اللي هو بيعملها من الطاعات. طيب يلا ندخل بسرعه بقى كده على الايه، على نعمل ايه، هي الاعمال، ايه الاعمال اللي انا اعملها في العشر، وانها ربنا بقى مش في العشر فاضل يومين والله فاضل يومين، ببدا 7 أيام متخيلين، فاضل يومين. ايه هي الاعمال والعبادات اللي اعملها علشان الله سبحانه وتعالى يجبر بخطري وبكسر ما مضى من الايام؟ طيب اول حاجه زي ما قلنا شكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم، الحمد لله يا رب ان ربنا بلغنا الامر ده، ولئن شكرتم ايه لازيدنكم. يعني ايه لئن شكرتم لازيدنكم؟ يعني لو شكرتم انعامي عليكم لازيدنكم من فضل. ابن عباس كان بيقول لئن وحدتم الله توحيد الالوهيه واطعتم، وطعتم اللي ربنا قال عليه سمعا وطاعنا رب، لازيدنكم من الثواب. يعني الشكر معناه ايه؟ الشكر يعني المزيد، انت احفظها كده، اشكر يبقى ربنا هيزيد. تاني عمل، يبقى اول حاجه الشكر، تاني عمل وعباده اعملها في الايام دي التوبه الى الله يا جماعه، نتوب. تقول لك اتوب من ايه؟ تتوب من الغفله،
توب من التقصير، توب ان احنا لسه الناس على فكره بتقفز الى الله قفزات ايمانيه رهيبه عاليه جدا، والناس بس تلاقيها طلع كده توبه توبه في الاشهر الحرم. احنا في شهر حرم صحيح 10 الاوائل لكن شهر حرم، واتقال على ايه بقى؟ فلا تظلموا فيهن انفسكم. ما ينفعش ان انا اعمل فيه معصيه، المعصيه مضاعفه وبرده العمل الصالح والتوبه مضاعف. الصلاة على وقتها ثالث حاجة، الصلاة على وقتها وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. رابع حاجة النوافل، بتسايبين النوافل ليه؟ ما نعمل نوافل خلينا ناخد حسناتها مضاعفة مضاعفة مضاعفة. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعينه التي يبصر بها. خلاص ربنا بقى حالك، أنت بتتكلم كده بنور ربنا خلاص. رابع حاجة الصيام، الصيام بيقول لك عليك بالصيام فانه لا عله له، ما فيش حاجه زي الصيام اصلا من الطاعات ابدا. ليه؟ كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم عاشوراء وتسعة بتوع ذي الحجه مستحب بقى ان احنا نصوم اهو، وثلاث ايام من كل شهر هو اول اثنين من الشهر واول خمسين، الاثنين والخمسين والخمسينين. طيب سادس عباده هي ايه؟ العباده الذكر. الذكر بقى بكل انواعه، قراءة قرآن، تكبير، تسبيح، تهليل، تحميد، دعاء. واحنا اتكلمنا عن الدعاء المرة فاتت وخصصنا له حلقة مخصوصة، لأن الصحابة أصلا كانوا بيجيبوا دعوات السنة كلها ويكتبوها ويقعدوا في العشرة بتوع ذي الحجة كده عشان يدعوا الدعاء ده. اكتبي لستة كده من الأدعية وقعد ادعي، ما عملتيش اعملي. أديني بذكر تاني وبقول والله ما بزهقش، بس يلا نعمل استغفار. الله عز وجل بيقول في آية الحج بيقول إيه؟ ليشهدوا منافع لهم. إيه الأصل بقى هي في كلهم؟ واذكروا الله ويذكروا الله ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، قضيتم مناسككم فاذكروا الله. هي أيام ذكر. ما من أيام أعظم عند الله والأحب إليه العمل فيهن من هذه العشر الأيام العشر، أكثروا فيهن زي ما قلنا التهليل والتكبير والتحميد. عاوز اقول لكم على ذكر جميل جدا، عايز اقول لكم على ذكر حلو، ذكر الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم يبقى لنا حال يومي وورد يومي في الصلاه على رسول الله. ما تقولوش 100 بقى ولا تقولوا الكلام ده، احنا عايزين نطلع طبعا بحضور القلب، يعني مفيش عدد معين ولا الكلام ده، ولكن يعني ايه من 1000 وانت طالع يعني على الاقل. يعني الصلاه على رسول الله خلينا اشرح لكم الامر دوت. لما تصلي على رسول عليه الصلاه والسلام استشعروا المعنى اللي انا بقوله لكم ده. اللهم صلي انزل البركه والرحمه وسلم، كأنك بتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نقول آل بيته ونسلم عليه. سلم على من لا يصفح النساء صلى الله عليه وسلم إلا آل بيته. اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك. ولما تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام استشعر البركات بعديها. كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ ربعها؟ قال إن زدت فهو خير. نصفها؟ قال إن زدت فهو خير. قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، بيحب النبي عليه السلام. قال إذن يغفر ذنبك خلاص أدها ويكفى همك. عايزين إيه بقى تاني؟ ذنب مغفور وهم متشال، يبقى هنعيش في الدنيا إيه؟ في سعادة. هو انا عايش في الدنيا في عليا ذنب وكذا وبعصي وبعمل كل لما اتوب واعود واتوب واعود، او عليا هم ودين وغم. خلاص الصلاه على الرسول عليه السلام بتعمل كده. كان في يعني ازمه من الازمات، ما فيش حد في الحياه من غير ازمات. عايز اقول لكم اي ازمه تعدي عليك، اي ابتلاء يعدي عليك، اكثر من الصلاه على الرسول عليه السلام. ولما تكسروا من الصلاة على الرسول السلام بعدها هتشوفوا قد ايه ان الامر ده انفرج ببركة الصلاة على محمد. مجربة مجربة. راح للشيخ وقال له عن لي كذا وديون وكذا، قال له صلي. قال له جاب تصلي، جاب خمسة سبعة، مش خمسة الاف سبعة الاف فيما فوق. انا اعرف اختي بتجيب يعني بالخمسين الف في اليوم، وتبكي بتبكي وتقول والله يعني كده ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ترى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. مش عشان هي بتصلي عليه، هي بتصلي عليه من قبل هي ما تشوف الرسول عليه السلام. يعني عشان كده نقول يعني أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأخذ كتابي بيميني وتقر عيني بالرسول عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه. أنا بوصيكم تخلوا لكم حال ورد ثابت يومي للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. هيعرفك وهيعرف اسمك، ويعني مش عايزة أقولك البشرات هتبقى عاملة إزاي. عندك ابن ما انتش عارفة تعملي فيه إيه ومغلبينك العيال، صلى على الرسول عليه السلام ببركة الصلاة على محمد. زوجك مش حاسس بيكي وعاملك وقهرك، صلى على الرسول عليه السلام. حماتك معرفش عاملة فيكي ايه، صلى على الرسول عليه السلام. خليه يعرفك، خلي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف اسمك. إيمان، منى، مروة، هاجر، يعرفكم. هالة، يا رب يعرفنا. صلى على الرسول عليه السلام. أنا أوصيكم بالذكر ده. طيب الإمام النووي كان بيقول على الذكر إيه؟ واعلم
إنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذه العشر زيادة عن أي أيام تانية في السنة، ويستحب ذلك في يوم عرفة وباقي أيام العشر. الذكر، الذكر لا يزال لسانك رطب بذكر الله. الذكر بيلين القلوب. لما تلاقي عبد قاسي اعرف انه ما بيذكرش الله. لما تلاقي قلب واحد قاسي كده مش رجاع كده، او تقول له ربنا كده خلاص يوجل ويستحي، لا لا، اعرف انه ملوش حل مع الذكر، معروفة. طيب، سبع عبادة: تلاوة القرآن. تلاوة القرآن يعني حفظ، تلاوة، أقرأ واحفظ وتدبر. أتدبر عشان أعرف أقرأ واستمتع بالقراءة، لأن بدون تدبر ما احناش فاهمين حاجة، عايز أقول لكم. وبدون ما بنقرأش تفسير ولا أسباب النزول، احنا مش عارفين حاجة. وبعدين يبان ده عمل أثره عليا في الجوارح. والله يكفيني في قول الله عز وجل: الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، مين دول يا رب؟ يرجون تجارة لن تبور. هي دي التجارة الرابحة. ليه؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، هيشكر لك. يا ده أنا اللي محتاج بس يشكر لك. تامن عبادة هي عبادة التكبير، الإكثار من الله أكبر والجهر بيها. كان مرة مش عارفة جه أول في أول موضوع، فاكرين أزمة كورونا، قلنا أنه كبر، تقول تكبروا إيه وتقدم يا بدعة يا مبدع، تعالوا البدعة يا جماعة، كبروا كبروا، دي من الشعائر أصلا. نتشبه بها في الأيام دي باللي فين اللي بيروحوا حجاج بيت الله الحرام. وللأسف التكبير في الفترة دي وفي الزمن دي من السنن المهجورة، مع أن التكبير على كل شرف، لازم كل حاجة حلوة أكبر عليها، ولا سيما في الايام العشر دي، خصوصا في الايام العشر دي اصلا يعني قليل جدا لما نسمع ان في حد بيكبر او ناس ملتزمين بالتكبير. المسلمين في الفتره دي لازم يحيوا سنه التكبير. وين ومن احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر شهيد، وراي ثاني له اجر 80. هتفوز باجر العمل، وتفوز كمان باجر احياء سنه مهجوره. اكبر اقول ايه؟ الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول لكم على حاجة تضحكوا، عملتها مع أولادي طبعا، إن شاء الله بقى مش عايزة أقول لكم، يعني الشياطين صحية بالنهار وبالليل، وأي مناوشات بتحصل هو كله بقى يتكلم مع بعضه، كله لا لا، ودي اللي غلطانة، وده اللي عمل، وده ساعة ما كده أقوم جاي الله أكبر، هو أنت كل حاجة الله أكبر، الله أكبر، يقوموا يرددين، لأن هم من صغير اتعودوا على كده، فيسيبوا الخناق والله اكبر وزعلانين كملوا كملوا. اصلا كمان في صيغه تانية للتكبير: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره واصيلا. لا اقوله ده حلو، اقوله دوت حلو. أنا ربطة التكبير في الفترة العظيمة والأيام ده يضيعوا عليا الأيام، ربطة أي خناق هكبره حاجة. التكبير نوعان على فكرة، وقلناها قبل كده ونذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التكبير المطلق اللي بيبتدي من أول ذي الحجة إلى غروب شمس ثالث يوم اللي هو اليوم ال 13 آخر يوم من أيام التشريق. والتكبير المقيد اللي هو بعد دبر كل صلاة مكتوبة بعد السلام عليكم السلام عليكم، نبتدي بقى الايه كده. ده طبعا ده بالنسبة لغير الحجاج، بنبتدي من فجر يوم عرفة من اللي هو بعد بكرة التروية بعد يوم عرفة لحد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق آخر أيام العيد. نكبر نكبر، املوا الدنيا تكبير يا جماعة، املوا الله أكبر من كل شيء. انت لو أقول لكم معنى التكبير، معناه إن أي حاجة دون الله يؤدي كده صغير، لأن الله أكبر منها. الله أكبر من مخاوف، الله أكبر من قلق، الله أكبر من الديون، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من الفتن، الله أكبر من الناس اللي بتمكر، الله أكبر من كل غم وهم وكل حتى من الخطيئة والذنب. مغفرة الله أكبر منها، لو عملت ده بقلبي هعيش في سعادة. تاسع عبادة نعملها في الفترة دي الدعاء. احنا عملنا قلنا الأسبوع اللي فات وشرحنا وقلنا الدعاء مخ العباد، ما ينفعش يعدي الأيام دي لستة لستة كده كاتبينها، اكتبوا كذا عايزة كذا عايزة كذا عايزة كذا عايزة كذا، وادعوا واكتبوا يا رب يا رب، قولوها إن شاء الله حتى تقرأوها من الورق اللي انتوا كاتبينها، لكن ما ينفعش تعد. ما عهدنا، اسمعوا، ما عهدنا دعاء في العشر الأواخر من رمضان ماشي اللي فيهم ليلة القدر، ولا العشر الأوائل من ذي الحجة، ولا يوم حتى الايام حتى بدايه السنه الهجريه او اي موسم من مواسم الطاعات الا واستجاب ربنا، خصوصا دعاء عرفه مستجاب. انا اذكر
دعاء وفاكره كويس جدا 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 الوقت اللي انا اطلع فوق السطح، اطلع كده وبتاع مش عارفه ايه. وبعدين لما جيت اتزوجت قلت لزوجي انا مالي انتوا واقفين السطح ليه؟ لا خلي امك تفتح السطح عشان عايزه السما، عايزين السطح. وفاكره جدا اليوم اللي انا دعيت ده، وكان يوم عارف فاكره يا ربي حاجات كتيره قوي. انا عن نفسي وانا بقرا الليسته انا بقول ده كتير، ولكن قلبي على طول مش كتير على ربنا. ما عهدنا دعاء في الفتره دي الا ويستجاب، دعاء مستجاب. ياللي عايزه زوجك ينصلح حاله وعيالك ينصلح حالهم وابوك يرضى عنك، اللي عايز كل اي حاجه في الدنيا دعاء الايام دي مستجاب. طب نقول ايه تاني بالله عليكم؟ يعني نقعد نحبب في الناس ايه اكتر من ايه؟ ده يا ابني عايز اي حاجه ادعي، عايز تتجوز ادعي، عايز ربنا يسد دينك ادعي، عايز الله عز وجل يرضى عنك ادعي، عاوز ابوك وامك يرضوا عنه ويجيبوا لك الدنيا ادعي. عشر عبادة قيام الليل. بصوا قيام الليل ما ينفعش مؤمن بدون قيام الليل، ليه؟ شرفه، شرف المؤمن قيام الليل. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة خايف ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال العلم بالقيام. إن مين اللي يتذكر؟ إنما يتذكر أولو الألباب. شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناءه عن الناس. شرف المؤمن نور في القلب، هو القيام نور في القلب ونور في الوجه، سدادة في الرأي، رأيك مسدد موفق. عارف كده اللي ربنا هديه ومسدده وموفقه هو كده صاحب قيام. الجوارح تأبى أصلا تاني يوم إنها تعمل معاصي، ليه؟ لأنها كانت لسه في سابق عهد طاعة مع الله سبحانه وتعالى. يرزق الفراسة، يعرفها كده قبل ما هي طايرة، ده قبل ما تطير هو عارفها فاهم. الله سبحانه يرزقك كده حكمة وسكينة وصفة من صفات المؤمنين اللي هي التؤدة والحلم والأناة، حاجات جميلة. ليه احنا بعيد عن القيام؟ القيام سابق زلفة مع الله سبحانه وتعالى. إن كان له عندنا زلفة وحسن مآب سيدنا داود، ها صاحب قيام ليل، صاحب مناجاة مزامير داود، صاحب قيام ليل. انت فين من قيام الليل؟ طيب رقم 11 من العبادات صلة الرحم. أوثقوا بيها في الفترة دي، اتصلوا بالناس كلها، اتصلوا بالناس كلها النهاردة وبكرة وبعده، هروهم اتصالات وسؤال ودعاء ليهم، ولو محتاجين تفقدوهم. أصلا من الأمور الواجبة حكما والعظيمة أصلا في الأجر جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس أفشوا السلام. طول ما أنت مش سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، تفشوا السلام وأطعموا الطعام. معاك حاجة حط طبق طبق وطلعوا يا عم من اللي أنت طبخه ولا أنت طبخاه. ويصلوا الأرحام لازم، وصلوا بالليل والناس قيام أدي والناس نيام أدي القيام، تدخلوا الجنة بسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. يبقى نكتر بقى من وصل الرحم، السؤال عنهم وتفقدهم. في ناس بتبقى محتاجة في العيلة وانت مش عارف عنهم حاجة، في ناس تروح تاخد من ناس وانت عندك باقي فضل، اعطي اعطي. الأقربون أولى بالمعروف. رقم 12 الصدقة. الصدقة يا جماعة عبادة جميلة جدا جدا. احنا عندنا الأضحية، هو اللي يقدر يضحي يضحي ويطلع ويتصدق. والصدقة مش صدقة مال ولا لحم ولا أضحية فقط، الصدقة صدقة وقت، الصدقة صدقة جهد، الصدقة بسمة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. والصدقة في وقت الحاجة اللي يحتاج الأمر ده وقت الشدة أفضل ألف مرة من عبادات كتير تطوعية، بس مش في الأيام دي، فما بالك بقى في الأيام دي أكتر. العبادة التطوعية الخاصة، العلماء قالوا كده، العبادة التطوعية الخاصة نفعها بيكون قاصر عليك وعلى صاحبها اللي بيعملها. أما الصدقة على المحتاجين الجياع والفقراء والمساكين نفعها نفع متعدي، واللي كان نفع متعدي أفضل بكتير جدا من اللي كان النفع بتاعه قاصر. والله يكفي المتصدق كده والمحسن أجر وخير. نداء الإيمان، هو استجاب أصل نداء الإيمان في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب أنفقوا. ربنا بيقول الذين مين آمنوا، جعلنا منهم يا رب، قولوا آمين، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. حديث برضو قصدي آية، الآية قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، ربنا بيقول مين؟ أنا يا رب، قول أنا حتى لو بالقليل فيضاعفه له. لما هتنفق وتقرض له هيضاعفه له وله أجر كبير، له أجر كريم. وعلى كل مسلم صدقة. قالوا يا نبي الله فمن لم يجد، لما معهوش يتصدق مش لاقي أصلا،
قال يعمل بعمل يده فينفع نفسه ويتصدق ويطلع منها جزء. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاج، واحد محتاج صدقة جهد يعني أروح أساعد، والملهوف اللي محتاج حاجة أمشي معاه في مشوار ولا قضاء حاجة ولا أقول لها حاجة ولا حتى أدعي لها. حلو. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف، قول الحاجة واعملها بالمعروف فبعد عنك الشر، وليمسك الشر ما تعملش شر، فإنها له صدقة. صدقة السر إيه اللي يعمل؟ تطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. لما جه الراجل يموت الصحابي يقول يا ليتها كانت كبيرة، يا ليتها كانت كثيرة، يا ليتها كانت جديدة، وهوش عارفين في إيه. شاف عند الموت أثر الصدقة، يا ليتها كانت كبيرة، كان معاه قطعة خبز طلع حتة منها، أي يا ريتني كنت طلعت صدقت بالخبز الحتة الكبيرة مش الصغيرة، ريته كان الصدقة كبيرة مش الصغيرة. يا ليتها كانت كثيرة، أنه بدل ما طلع درهم واحد يطلع درهمين واثنين وثلاثة وأربعة. يا ليتها كانت جديدة، كان عنده ثوبين طلع القديم، قال يا ريتني كنت طلعت، مع أنه شاف ثواب القديم قد إيه. إلا الصدقة حائل بينك وما بين النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة نص تمرة طلعتها صدقة. من أفضل العبادات الصوم والصدقة والذكر والقرآن والصلاة والنوافل وكل الحاجات اللي أنا قلتها. رقم 13 والأخيرة، إن إحنا في فترة دي زي ما قلنا الأسبوع اللي فات، العبرة من قصة سيدنا إبراهيم، إيه المعاني اللي أخدها؟ إحنا قلنا المرة اللي فاتت الحاجات اللي أخدها تربوية على أولادي، لكن فيها معنى معدى توحيد لله سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية، معدنا وحدانية الله عز وجل خالقنا وإلهنا، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نستحضر الأمر دوت ونشوف إحنا فين من التوحيد. عبادات فصلاة تبذل له وحدة، وحدانية توحيد ألوهية، صيام له وهو يجزي به توحيد ألوهية، حج بأفئدة هوت إلى البيت العتيق وما كسدت إلا رب البيت، خلاص رحنا قلوبنا أصلا هناك. تضحية والأضحية توحيد، واحد يعني يتذكر بس نبي الله إبراهيم وإزاي وصل لوحدانية ربنا والتوحيد بالتفكر. صدقة يراد بها وجه الله وحده توحيد. تكبير معلن أن لا عظمة إلا لله سبحانه وتعالى، عظمة ربنا. تحميد بيعترف أن الله سبحانه وتعالى هو له الخلق وهو المتفرد بكل النعم، أحسن الأسماء، أجمل الأسماء، أعلى الصفات، أكمل الصفات، واسع الرزق، له نعم كثيرة علينا، كل ده توحيد ألوهية، توحيد ربوبية في أفعاله كلها. تهليل يعني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما عارفين معناها إيه؟ يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فاللهم يا رب اجعلها ساعة مباركة يا رب من علينا بالطاعات، اللهم يا رب حببنا في الصلاة والنوافل والسنن والذكر والقرآن والصيام والصدقة وصلة الأرحام والتحميد، اللهم اجعلنا يا رب ألسنتنا يعني تلهز بذكرك، اللهم اجعل لنا لسانا ذكارا شكارا، اللهم أمين. اللهم امنن علينا ببركة هذه العشية يا رب العالمين، اللهم بلغنا يعني يوم عرفة، اللهم ارزقنا صدق الدعاء يوم عرفة، اللهم استجب لنا ولقلوبنا، اللهم أمين أمين. يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينولنا وإياكم يعني ثواب الأيام ديت، ولا ومش ثوابها وبس، وحسن العمل في الأيام ديت بإخلاص القلب، اللهم أمين.